رؤساء الدول هم أكثر الأشخاص حماية على هذا الكوكب، حيث يتحملون مسؤولية كبيرة في حكم البلاد، وهو ما يعني أن القادة بحاجة إلى حماية على مستوى متقدم. في هذا المقطع سنتحدث عن رؤساء الدول الأكثر حماية وسنتعرف على طرق تأمينهم. تابعونا. رئيس كوريا الشمالية أظهر مقطع فيديو الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون داخل سيارته أثناء توجهه إلى بان مونجوم المعروفة باسم قرية السلام، حيث تعقد القمة التاريخية التي تجمعه بنظيره الكوري الجنوبي. وظهر جيش من الحراس أقوياء البنية يحيطون بسيارة كيم أثناء تحركها، وقد بدت عليهم القوة واللياقة البدنية العالية والتمكن من الفنون القتالية. ولكن المشهد كان غريبا، وذلك لكثرة الحراس وركضهم بجانب سيارة الرئيس لتأمينه. ملكة بريطانيا. قررت بريطانيا للمرة الأولى في التاريخ استبدال الحرس التقليدي للملكة إليزابيث الثانية الذي يرتدي ثياب ذي اللونين الأحمر والأسود بجنود بحرية ترتدي ثيابا ملونة بالأبيض والأزرق الغامق، حيث سيحل 88 جنديا من قوات البحرية مكان الحرس التقليدي الشهير بهدف حماية الملكة في المناسبات الرسمية وحماية منزلها في قلعة وينسور وحمايتها أيضا في جميع الفعاليات التي تقام في قصر بيكنغهام الملكي، بالإضافة إلى تأدية مهمات الحراسة الدورية في برج لندن وقصر سان جيمس. كما أن الحرس الجديد للملكة يتضمن دراجات نارية في مقدمة المواكب، وذلك لضمان أعلى درجة من الحماية للملكة. حراسة الرئيس الروسي. وصف البعض الحارس الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يرافقه في كل تحركاته بأنه أطول رجل في العالم. أما عن موكبه فعلى الأغلب يتكون من سيارة ليموزين وخمس سيارات فان وسيارات الشرطة. أما في المراسم الكبيرة فيتم الاستعانة بطائرة الجيش وفرقة تتكون من 50,000 مقاتل مدربين على أعلى المستويات. حراسة دونالد ترامب. إذا اتجهنا إلى أمريكا فإن الحارس الشخصي المعين من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكي للحفاظ على سلامة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أثار عاصفة من الجدل. فخلال سيره خلف الرئيس الأمريكي في الشوارع لتحية الجماهير عقب انتهاء حفل التنصيب، ظهر الحارس بوضعية غريبة جدا لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتركز الجدل حول الطريقة التي كان يسير بها الحارس، حيث ظهرت يده اليمنى وهي في وضعية ثابتة ولم تتحرك على الإطلاق، كما ظهرت يده اليسرى وهي تمسك باليمنى بصورة أثارت العديد من التكهنات حول السبب الذي جعله يقدم على هذا الأمر. على الرغم من وجود حراس آخرين يسيرون بشكل طبيعي وطوال فترة سير ترامب لتحية الجماهير المحتفلين بتوليه منصب الرئيس، ومع اختلاف زوايا تصوير الكاميرا لم يظهر على الحارس أي تغيير في وضعية يده، وكأنه شخص آلي يسير لحماية الرئيس الأمريكي. حراسة بابا الفاتيكان. تمتلك دولة الفاتيكان أصغر وأقدم جيش نظامي في العالم، وهو ما يعرف بالحرس السويسري. وقد أسس هذا الجيش البابا يوليوس الثاني في 22 من يناير كانون الأول عام 1506 للميلاد، حيث كان بالأصل عبارة عن مجموعة من الجنود المرتزقة القادمة من الكونفدرالية السويسرية، ويبلغ تعداد الحرس قرابة 100 رجل، ويعتبرون الحرس الشخصي الخاص لبابا الفاتيكان، ويجب أن يكونوا جميعا من الذكور الكاثوليك السويسري. وكان البابا بوليس السادس قد أمر بحل فرقتين من الحرس من الخدمة، وهما فرقة حرس البلاط الشرفي وفرقة الحرس النبلاء، حيث لا يوجد لدولة الفاتيكان قوات بحرية أو جوية ومهمات الدفاع الخارجي موكلة للدولة الإيطالية التي تحيط بالمقر البابوي من جميع الجهات. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.